بيوت الاجارات مساحات صغيره ما عندنا خلصوا بالحاره كلها يعني. لك شلون ما عندنا؟ مو قلت لك اجانا بيت بالحاره الجديده؟ بدك تروح الرزق انت بس. وين؟ هذا اخوك. عفوا حضرتك بتعرفيني؟ انا تولين رفيقته لهاني، واجيت لهون حتى اتعرف على حضرتك. يا ميت اهلين وسهلين. في شيء بقدر ساعدك فيه؟ لا يمكن مشغول هلا، فينا نحكي بوقت ثاني. هاني اذا اخوك مشغول خلينا نروح على البيت نودي الغراض. حضرتك اخته لهاني؟ ما قلت لي انه عندك اخت صبيه؟ بسيطة هلا بعدين بنحكي. يلا ميرا. انا مرته لهاني. مرته؟ خلصونا هلا خلصونا. يا جماعة شو في؟ ليش ملبكين؟ فهموني شو القصة؟ هاني احكي. هي مرتك؟ لا عم تضربيه. مين انت؟ أنا مرته. مين انت؟ يعني إذا حضرتك مرته أنا كمان خطيبته. خطيبته؟ شو خطيبته ما خطيبته؟ وين عم تسوقي بالقصة أنت؟ هي وحدة كذابة. لا بعرفها لو بتعرفي أنت وحدة كذابة اللي عم تكذبي. عم كذب؟ الذهبات اللي اعطيتك اياهم امبارح مشان تدهن البيت ونعمل حفله كرتس صغيره، شو بتسميها؟ ولك ذهبات شو؟ فهموني. امبارحه كل شيء معي، كل ذهباتي اعطيته اياهم بيساووا اكثر من 500,000 بس مشان يظبط البيت ومشان نتجوز. ولك هاني قصة الذهب والخطبة هدول مظبوطين؟ كذابة بشرفي كذابة. ما في شيء بيني وبينها. كل اللي بيعرفه انه انا سلمت عليها. اذا سلمت عليكي خلص تبليني بحالك وصرتي خطبة. بطلنا نسلم على حدا اخي. كل ما بتسلم على وحدة بتبليني بحالك. كذابة بنص عينها. ان شاء الله يا رب كل قرش اخذته مني بتصرفه على صحتك يا رب. عفو عليك ميرا. ميرا 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 انا بعرفك عاقله وفهمانه، لا تخليني اغير رايي فيكي. رايي شو يا ابو الفوز؟ صار لي يومين معه وطلع خاتم. لك هذا واحد نصاب. انا صدقت للبنت. انا متاكده انه نصب عليها واخذ لها ذهباتها. انا متاكده. لا اخذ لها ذهباتها ولا شيء. بعدين شو خاطب؟ معقول اخوه انا وما بعرف اذا خاطب ولا لا؟ اطلعي اطلعي بالسياره اطلعي. لا اطلعي خليني اوصلك. اشرح لك هي البنت ورطه. هلا ما عاد صرتي تفهمي علي. انت تفهمي علي من بس لا لك شغل. خلص حل عني. لك يا بنت دكتور ما بدي خلقك من عيشه لحالك. تعودت يعني انت لو كنتي مكاني كمان كنتي رح تتعودي. 10 سنين بالغربه يا رنا بخلوكي تتاقلمي مع الوحده. دكتور تسمح لي اعزمك على الغداء اليوم؟ اكيد ما في شيء بيمنع انه نتغدى سوا، بس بصراحه ماني شايف في مغزى من الموضوع. انا اسفه. رنا انت بتقولي كلمة آسفة على قد ما بتقولي كلمة دكتور. رنا لا تحسسيني، انت صبية حلوة وألف شاب بيحبوكي وبتمنوكي، بس بصراحة أنا ماني بعالم الزواج. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هاني. كل ما بنخلص من قصة بتطلع لي بقصة. هذا باين عليه واحد ملعب. لا أكيد واحد ملعب. لك الكذب عم يمشي بدمه هذا البني آدم. هلا ليك هي يمكن تكون رفيقته بس أكيد مو خطيبته. طيب وإذا رفيقته الطبيعي هيك تجي لعنده على المكتب؟ لك يا بنت الحلال أنتوا تجوزتوا بيوم وليلة، يعني على غفلة، يعني فرضا هي فعلا رفيقته، ما حلو يبعدها عنه. شو؟ شايفتك أنت كمان عم بتدافع عنه. طب شو ساوي بحالي؟ يعني أنا شو أعمل؟ شو أعمل؟ كل هذا الحكي ما بيهم، المهم بالنسبة إلي هو أنتي، أنتي مرته. طيب أبو الفوز إذا طلع حكي الصبية عن جد، إذا بتكون عن جد عطيته ذهباتها بيكون الله لا يعطيها العافية فوق تعبها. أنا أصلي مصايب أنا. حول ولا قوة إلا بالله.
العافية. لما زير فيني احكي معك. في مجال تحل عني؟ لو سمحتي أنا. لك يا الله شو قصة اليوم؟ حل عني أنت كمان. خلصنا ميراث. عامل لك وعد مني لحتى جيبه بايدي على البيت، انقال ايه وانقال لك. لك هذا واحد نصاب، بعدين انا صرت متاكده انه الشرطه ما اجت من حاله لعنا على البيت. شو هالحكي؟ لكن هو خبر عن حاله؟ دق للشرطه قال له انتم عم تسكوني؟ ما بعرف، بس هالزلمه بفكر مثل الشيطان، انا من ناحيتي خلص ما عاد احذر له. طيب خلص يلا خذي هالاغراض فوتي على البيت وانا بخبرك شو بيصير معي. ماشي. يلا ديري بالك على حالك. الله معك. فعلا مصيبة. لك العمى بعيونه وش طلع كذاب؟ ما عم صدق. لك بنت يمكن ما بيطلع عمرها 20 سنة، بس أنا الغبية، أنا اللي ما بفهم شي طلعت الحق علي. ما بعرف شو بدي لك، بس أنت ما بصير تسكتينه. لك روح اشتكي على عفاك. سجلها موعد يوم الأحد الساعة 5. إي حاضر دكتور. طولين خير؟ شبكي في شي؟ لك قوم روح على بيتك يا زلمة، حرام عليك. البنت ما عمرها 17 سنة، حاجة تتمقطع فيها خطي. 17 ولا 20 ولا مليون، انت اكتر واحد بيعرف ليش انا تجوزتها. فوق ما انبليت فيها ما استفاد منها؟ مو ظابطة ابدا معي. لك حاجتك ولدني بقى، بتقول البنت هي اللي خططت وسحبتك على البيت مشان تنام معها؟ لك مو مشاكلني بالقصة الا جاية تولين لهون لتفضحني. هاني صارحني، نحن رفقات وسرك كبير، انت اخذ ذهبات من تولين؟ لك ابدا، كذابة بنص عينها. لك والصرف اللي عم تصرفه من وين؟ مصاري. ان شاء الله مفكر تولين هي اللي عم تصرف علي. بعدين لمعلوماتها انا ما بتجوز وحدة سلمتني حالها، لانه مثل ما بتكون سلمتني حالها مسلمة غيري. شو قصدك بسلمتك حالها؟ والله للأسف يا أنسة تولين، القانون لا يحمي المغفلين. شو يعني دكتور؟ راحوا عليها الذهبات؟ والله إذا أخوه طلع ابن حلال وسمعك وساعدك ممكن يرجعوا لك الذهبات، غير هذا الحل ما في. قصة مو قصة ذهب يا دكتور، القصة إنه أنا وهاني صرنا 3 سنين مع بعض وبعتبر حالي محسوبة عليه. يعني أنا شو بده يصير فيي إذا تركني؟ إذا تركك؟ ليش حضرتك يا أنسة تولين ناوية ترجعي له بعد كل شيء عرفتي عنه؟ ناوية ترجعي له بعد ما عرفتي إنه متزوج؟ ما رح أرجع له بس. طبيعي عم بيصير. هذا الواطي ظاهر انه عنده مشاكل كتير كبيرة. حاولت افهم بس ما قدرت. حبيب ما تعمل شي بدون ما تقلي. طمن، ما رح تصرف شي بدون ما خبرك. بس بما انه هذا الولد عم يخبص فنحن قادرين نوقعه بشر اعماله. بتشوفها الاميرة؟ شفتها ولحقتها وعرفت وين ساكنة. اسمع كلمة، أنا مو قادر شوفها ولا قادر سامحها. ليش عم تبكي عمي؟ ميرا جنت على حالها، جنت علي وعليك وعلى عيلة كلها،
وانا كمان ماني قدران سامحها. خلصنا شباب، تعال فوت بقى فوت. بتعرف انا شو رح ساوي فيك اذا طلع الكلام البنت صح وانك اخذ الذهبات؟ هاني طول بالك وركز معي وفهمني منيح. اذا بعت الذهبات وصرفت شوي من حقهم مو مشكله، مندبر حالنا. اما اذا بعتهم وصرفت حقهم كلهم خلاص ما عاد فينا نعمل شيء. لسا بيقولوا لي ذهبات، ما اخذت منها شيء، ما اخذت شيء. هاي وحده عم تتبلى علي، مو عرفت انه انا تجوزها، صار بدها تطلع لي شي مصيبه، هي القصه. رح وصلك لعند مرتك. لا اخي لا، انا برو لحالي. ليك هاني، انا على الاصل حطيتك براسي. بعد ربع ساعه بدي دق على موبايلك واحكي مع ميره. عم تفهم؟ يلا هاني يلا. هلا انت شو بدك تقولي؟ تولين مالها صغيرة بتدبر حالها، أما مرتك الله أعلم شو صاير فيها. اسمع، بدك تروح على البيت مو لحتى تثبت حضور وتاكل وتنام وتشخر، بدك تروح لأنه في مرة عم تستناك. فهمت شو بقصد؟ يلا شرك امشي. يلا سلام. أنا واحد من الناس بآمن بالاسم والنصيب. هاني مانو ولك، وبصراحة بعد كل شي سمعته عنه أنا اللي بقلك يا أحمدي ربك إنه هالزلمة مانو من نصيبك. تعرف دكتور، حكيك ريحني كتير. شوفي يا تولين، أزمتك عبرة بتشبه أي شي بيصير معنا بالحياة، بيبدأ كبير وبينتهي صغير. أنا بس بدي منك ما تصيري إنسان متشائم. طالما في ناس بتفكر مثلك اكيد ما رح تعمل متشامل. اي لا تقلقي، في كثير ناس مثلي، بس المهم انه انت ما تستسهلي خياراتك. لا مثلك ما في. رنا لو سمحتي اعملي لنا كاستين شرقي.